بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا، والتحية لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، قبل أيام انطلقت مشاورات الطرفين اليمنيين الشرعية والحوثيين في ستوكهولم بالسويد. هذه المشاورات ترعاها الأمم المتحدة كما هو معلوم، ومضت أيامها الثلاثة وبقيت ربما أربعة أيام حتى 14 من هذا الشهر، وهناك تحركات جادة من المجتمع الدولي للضغط على في الحقيقة جميع الأطراف لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى صيغة يمكن التوافق عليها، وخصوصا بما يتعلق ببنود بناء الثقة. وتجري حتى الآن هذه المشاورات وتسير وفق تعقيدات ربما تحاول الميليشيات أن تفرضها من أجل الحصول على أكبر قدر من ممكن من المكاسب. فكيف تسير المحادثات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم؟ وكيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الفرصة المتاحة أمام اليمنيين؟ وإلى أي مدى تؤثر المستجدات الداخلية ومجرياتها على مسار المشاورات؟ تواصل محادثات السويد ومتعلقاتها الميدانية موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي والمحلل السياسي ياسر الحسني، هو صحفي في رئاسة الجمهورية ومحلل سياسي أيضا. مرحبا بك أستاذ ياسر. مرحبا، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، نحن سعيدين أن تكون اليوم معنا. سنعرج على مشاورات السويد وآخر مستجداتها، بالإضافة إلى تحليلات وجهات النظر سواء للميليشيات الانقلابية أو أيضا للشرعية فيما يتعلق بالعديد من الملفات، ملف الأسرى وميناء الحديدة ومطار صنعاء ومحصار تعز وغيرها، وهي مطروحة على الطاولة. وسنعرج على المستجدات الميدانية وكيف تؤثر وتتأثر. دعنا في البداية أستاذ ياسر والمشاهد الكريم نتابع هذا التقرير الذي أعده مشكورا الزميل فهد فارس. لماذا ذهب الحوثيون إلى السويد؟ سؤال لا وجود لمفردة السلام في جوابه، وتلك بدهية يدركها كل من تعامل مع الميليشيا بما فيهم المبعوث الثالث في قائمة مبعوثي الأمم المتحدة. فالحوثيون الذين ذهبوا للتشاور في إجراءات بناء الثقة قفزوا من اليوم الأول على هذه الحقيقة ليتحدث رئيس وفدهم عن وهم تقاسم السلطة تحت لافتة مرحلة انتقالية، قفزة هدفها نسف كل المرجعيات، خصوصا وإن الميليشيا تجعل من تسليمها السلاح خطا أحمر لا تسمح بالاقتراب منه نقاشا فضلا عن التسليم. وتلك نقطة توجب السؤال المنطقي، ما شكل السلام الذي لا تبدأ خطواته بتسليم الميليشيا للسلاح؟ ذهاب الحوثيين إلى السويد بناء على أجنداتهم الخاصة التي لا يحضر ضمنها السلام حقيقة تدركها الشرعية تمام الإدراك. ووفقا لمتحدث الحكومة راجح بادي، فلا يوجد ما يشير لجدية الحوثيين للانخراط في السلام، وسيكتشف العالم الخديعة الحوثية بعد أن تنفض المشاورات. تصريح علق عليه مراقبون بالتساؤل عن حجم الخديعة التي سيكون الشعب قد تعرض لها خلال هذه الفترة التي ستستغلها الميليشيا للتهيؤ لجولة جديدة، وتلك هي الخديعة التي يجب التوقف عندها. استلهام التجارب السابقة مع الحوثيين للحديث عن المشاورات الحالية في ضوء استحالة أن تفضي لسلام مكتمل لم يمنع مراقبين من التوقف عند نقاط قد تفضي لحلول مشاكل جزئية، خصوصا تلك المشاكل التي تجد الميليشيا أنها ستكون المستفيد الأبرز من حلها كحصولها على قياداتها وأفرادها المأسورين مقابل إطلاقها لمدنيين قامت باختطافهم من منازلهم وأعمالهم. وذلك ما يدفع كثيرين للتفاؤل بمضي ملف الأسرى خطوات أبعد مما حدث في مشاورات سابقة لم تسمح الميليشيا لأي منها أن تستوي سفينتها على جودي السلام. بجوار ملف الأسرى تحضر ملفات الحديدة وحصار تعز والمساعدات الإنسانية ومطار صنعاء، وفي كل منها ينكشف التناقض الميليشاوي شعارا وممارسة. فلكي لا تستعيد الشرعية الحديدة
لا مانع لدى الميليشيا أن تذهب المدينة ولو لمن تهتف بموتهم. والميليشيا التي تتحرك بريموت إيراني كان ردها لا على نقطة تفتيش الطائرات المنطلقة من صنعاء في مطار يمني. شكرا للزميل فهد فارس على هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الصحفي في رئاسة الجمهورية والمحلل السياسي ياسر الحسن. استاذ ياسر، أجدد ترحيبي بك من 7 من هذا الشهر وحتى 9 وهو هذا اليوم، 3 أيام مضت من عمر المشاورات، مشاورات ستوكهولم، كيف تابعتها؟ حقيقة تابعنا جميعا وتابع الشعب اليمني وجميع محبين الشعب اليمني والحريصين على إنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الانقلاب الحوثي الذي دمر اليمن. يعني نتابع بتفاؤل كبير لإنهاء معاناة الشعب اليمني، نتابع بإشادة كبيرة لما يقوم به الوفد الحكومي اليمني من مرونة كبيرة وتعامل جيد مع المبعوث الأممي، مع سفراء الدول 18. اليوم كان هناك اجتماع مع سفراء الجي 5، يعني أشادوا بدور الحكومة الشرعية من خلال تعاملها المسؤول مع هذه المشاورات، من خلال تقديمها التنازلات يعني في سبيل إنهاء معاناة الشعب اليمني. حقيقة الحكومة الشرعية تتعامل حتى الآن يعني بمسؤولية عالية يعني وحرص كبير من أجل اختراق الجمود الملف السياسي واستئنافه بشكل جاد. لديهم على الطاولة العديد من الملفات المطروحة حسب مداخلات بعض أعضاء الوفد الحكومي، تحدثوا عن مجاميع تم تقسيمها ومجموعات، مجموعة متعلقة بملف الأسرى والمعتقلين، ومجموعة أيضا متعلق بملف مطار الحديدة، ولدينا أيضا ميناء مطار صنعاء، ولدينا ملف ميناء الحديدة وغيرها. يعني المسار الفني والتجاوب ويعني تقارب وجهات النظر، إلى أي مدى هناك تفاؤل في هذا الجانب أو تعثر؟ دعنا نوضح في البداية للمشاهد الكريم عن ما يدور أو يعني برنامج عمل مشاورات السويد من بدايتها حتى نهايتها. جميل. حسب الجدول الذي قدمته الأمم المتحدة للطرفين. هذه المشاورات قائمة يعني لتنفيذ أو الوضع آليات لتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي يعني يعرفها المشاهد الكريم، ابتداء بإطلاق جميع السجناء من الطرفين، وتم تشكيل لجنة حول ذلك، يعني فك حصار تعز، تسليم ميناء ومدينة الحديدة، فتح المطارات اليمنية بشكل عام وفق الرؤية التي قدمتها الحكومة الشرعية. يعني يجري الآن مشاورة الطرفين حول هذه الرؤى، أيضا مناقشة الإطار العام للمشاورات القادمة. يعني هذه المرة المشاورات مزمنة ب14 يوم، قد ربما يتم تمديد المشاورات ولكن في مكان آخر وليس في السويد حسب المعلومات الواردة من السويد حتى الآن. حقيقة إذا ما حقق المبعوث الأممي اختراق في يعني هذه النقاط المهمة، خصوصا موضوع السجناء والمعتقلين، وأنا أعتقد أن ميليشيات الحوثي إذا أرادت أن تثبت للعالم فما عليها إلا الشروع في إطلاق المعتقلين، وخصوصا جميع المعتقلين خصوصا المشمولين في القرار الأممي، يعني المعروفين وزير الدفاع السابق، شقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي، القيادي محمد قحطان، فيصل رجب، وكل القيادات التي تم اختطافهم من منازلهم. حقيقة الحكومة الشرعية قدمت تنازل كبير عندما تبادل هؤلاء السياسيين وهؤلاء الأكاديميين وهؤلاء المواطنين العاديين بقتلة. يعني الحكومة الشرعية تريد أن تحقق نتيجة، تريد أن يتم يعني الإفراج عن جميع السجناء. أيضا الحكومة الشرعية يعني من خلال حرصها على جميع المواطنين طالبت بالإفراج عن أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أيضا تسليم جثمانه، جميع قضايا الجانب السجناء. يعني الحكومة الشرعية تعاملت مع السجناء من كل الأطراف كسجناء يمنيين، الحكومة الشرعية تتعامل يعني بحرص شديد على كل أبناء اليمن، وهذا ما جعل المبعوث الأممي المراقبين على المشاورات يشيدوا بمواقف الحكومة الشرعية. لم تضع الحكومة الشرعية أي شروط، فقط تريد أن تفرج عن جميع السجناء، وهذا أمر حقيقة ينبغي أن تشاد أو أن يشيد الناس جميعا بموقف الوفد الحكومي وتعاملها الراقي في سبيل
يعني تحقيق نتائج خصوصا في هذا الجانب. أيضا الحكومة الشرعية قدمت رؤى في 5 نقاط: أولا موضوع الأسرى والمعتقلين، موضوع فتح المطارات اليمنية، موضوع الاقتصاد اليمني. كل هذه المواضيع قدمت الحكومة رؤى متوازنة وفقا للقرارات أو المرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216. ينبغي التنويه على نقطة مهمة، أنا أعتقد أنه الوفد الحكومي حريص على أن تكون هذه المشاورات هي لبحث آليات لتنفيذ القرارات الدولية، خصوصا القرار الأممي 2216 الذي ينص على استعادة الدولة وانسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة. بالمقابل يعني أمام هذا الحرص الذي تقدمه الحكومة والوفد الحكومي، وفد الحوثيين تابع الجميع تحركاته ورأى البعض وضعه للعراقيل منذ اشتراطاته الأولى بأن لا يخرج إلا مصطحبا ب50 جريح من جرحى. كيف تابعت أيضا أداء وفد الحوثيين في هذه المشاورات؟ حقيقة تاريخ عرقلة المسار السياسي منذ مشاورات جنيف 1 حتى السويد مسلسل طويل، ولو تطرقنا إلى العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي في المشاورات الأخيرة يعني لابد من توضيحها للمشاهد الكريم حتى يعرف المشاهد في الداخل وفي الخارج والعالم أن ميليشيات الحوثي ليست جادة في السلام. مثلا عندما يعني المبعوث الأممي طالب بأن يعني يتم استئناف المشاورات السياسية في جنيف، حضر الوفد الحكومي قبل الموعد بينما الطرف الانقلابي تعنت، كان يريد طائرة خاصة ولديه شروط. تم تأجيل المشاورات، قبلت الحكومة الشرعية باستئناف المشاورات في السويد، طالب الحوثي بشروط جديدة كي لا يتم استئناف المشاورات السياسية. ضمن هذه الشروط إخراج الجرحى، طائرة خاصة، طائرة إلى الكويت ومن ثم إلى المبعوث الأممي، تواجد السفير الكويتي يتواجد. كل هذه الشروط التعجيزية والتي كانت تريد ميليشيات الحوثي أن تفشل استئناف هذه المشاورات وافقت الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية يعني تريد أن تنهي معاناة الشعب اليمني، يعني وأنا حقيقة والمشاهد الكريم يدرك أن الحكومة الشرعية تتعامل وفق منطق دولة بينما الطرف الآخر يتعامل وفق منطق عصابة. وبالتالي أنا أعتقد أنه العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي حتى الآن استطاعت يعني الحكومة اليمنية أو الوفد الحكومي أن يتجاوزها بطريقة ذكية وحكيمة. وأنا أعتقد إذا ما استمر التعامل الحكومي بهذه المرونة وبهذا الذكاء الذي لا يتنازل عن يعني تضحيات ومرجعيات الشعب اليمني، يعني حقيقة ينبغي أن ندعم الوفد الحكومي في أمور: أولا عدم القبول بالاتفاف على مرجعيات الحل السياسي، هذه إحدى النقاط التي ينبغي أن يقف الجميع دعما للحكومة الشرعية في أي مواجهة أي رؤى أو مقترحات أو مبادرات تأتي من هنا وهناك في سبيل الحل السياسي ينتقص من تضحيات الشعب اليمني أو من مرجعياتهم. فيما يتعلق بما يسميه البعض تدليلا من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، هل أنت مع مثل هذا التوصيف أم أن الحرص لإنجاح أي جولة من جولات المشاورات هو من يجعل الأمم المتحدة أو غيرها تتجاوب مع الشروط التعسفية للحوثيين؟ يعني أنا أعتقد أنه الأمم المتحدة يعني تتعامل بليونة مع ميليشيات الحوثي، وهذا ما يثير غضب المتابعين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أو المحبين للشعب اليمني. ولكن أنا أعتقد أن دور الأمم المتحدة يعني حاليا دور إيجابي. المبعوث الأممي في حفل افتتاح المشاورات السويد أكد أكثر مرتين يعني أن مرجعيات هذه المشاورات قائمة على المرجعيات الحل المعروفة المتمثلة في المبادرة والتي تنتهي بالقرار الأممي. حقيقة هذا موقف رائع للمبعوث الأممي، ينبغي دعم المبعوث الأممي للسير في خطوات السلام وفقا لهذه المرجعيات. أنا أعتقد أن العالم وأن الشعب اليمني والتحالف العربي يقفون جميعا خلف هذه المرجعيات. من يقف في وجه هذه المرجعيات هي ميليشيات الحوثي، لا تعترف لا بقرارات الشرعية الدولية، انقلبت على مخرجات الحوار الوطني، لا تعترف بالمبادرة الخليجية. وبالتالي ينبغي أن ندعم المبعوث الأممي وليس علينا الهجوم عليها، ينبغي علينا أن ندعمه في السير في خطوات السلام المبنية على هذه القواعد والأسس الصلبة التي يتفق عليها الشعب اليمني ومن يحب الشعب اليمني. نعم. طيب أستاذ ياسر، معي الآن عبر الهاتف عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. مرحبا. تتواصل محادثات السويد وتتجاوز الوفود المشاركة حواجز ونقاط وتتعرقل ربما أو تتوقف عند نقاط، أطلعنا كيف سارت
الأمور خلال الساعات الماضية وإلى أين وصلت؟ مشكورا. في الحقيقة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الوفد الحكومي حريص كل الحرص على أن تكون هذه المشاورات مفيدة لشعبنا، تخفف من المعاناة والكارثة الإنسانية التي ألحقتها الميليشيات الحوثية بهذا الشعب اليمني. ومن هذا المنطلق جاءت الحكومة، رغم أن الطرف الآخر طرف ميليشاوي انقلابي ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني، لكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها هي خطوة من أجل المعاناة، ومن ثم نرى في أن الملف الإنساني هو الملف الأولوي قبل الملف الأمني وقبل الملف السياسي. فقبل أن ننتقل إلى الملفات الأمنية وهو انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة للدولة، هناك ملف إنساني يتعلق بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمعتقلين الذين تعتقلهم الميليشيات من سجناء الرأي ومن الإعلاميين والصحفيين ومن العلماء والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره، ويعني كذلك ما يتعلق بالمنافذ وحصار تعز وكيفية رفع هذا الحصار عن مدينة تعز التي يسكنها يعني أكثر من مليون نسمة. إضافة إلى يعني بقية الملفات الإنسانية التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية هو مطار صنعاء. نعم، هذه الملفات التي أشرت إليها إلى أين وصل الحديث حولها؟ الحقيقة فيما يتعلق بالملف الأسرى هناك تقدم طيب، هناك توقيع اتفاق على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، بقي أننا نتجه إلى التنفيذ وإيجاد الآليات. اليوم وأمس كنا نناقش مع الصليب الأحمر ونناقش كذلك مع مكتب المبعوث الأممي كيفية تبادل الأسرى و أماكن تجمعهم وأماكن وكيف سينقلون من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، ونتكلم عن الضمانات التي يعني تضمن عدم عودة الميليشيات لاعتقال الناس واختطافهم من بيوتهم، وإلا فستظل المسألة يعني تدور في فلك في دائرة مغلقة. إذا كنا سنفرج عن 100 من هذا الجانب ثم نعتقل أمثالهم أو قريبا منهم من جانب آخر، فهذا يعني أن المسلسل سيستمر. فلا بد من ضمانات ولا بد من يعني إيجاد يعني ضامن حقيقي لعدم تكرار هذه الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات. نحن نعلم أن الميليشيات ستستفيد من هذا الإفراج باعتبار أن المفرج عنهم من في جانب الحكومة هم عسكريون مقاتلون سيعودون أو سيعود كثير منهم ربما إلى الجبهات مقاتلا، بينما المفرج عنهم من جانب الحوثيين كثير منهم أو أغلبهم مدنيون يعني اختطفوا من بيوتهم اعتقلوا بدون سبب رهائن، وبعضهم يؤخذ على ذمة يعني إيجاد فدية مالية. يعني هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وللمواطن اليمني في جانب هذه الأشياء، لكن مع ذلك نحن قلنا هذه مسألة إنسانية ويجب أن نسعى إلى الإفراج عن الجميع وبدون شروط، بينما للأسف الطرف الانقلابي لا يزال حتى هذه اللحظة يحاول أن يربط الأمور ويعقد المشهد بطريقة أخرى يعني يتحصل على مكاسب سياسية من جراء معاناة الناس. ولكن ما أقول لك في الحقيقة هناك أيضا يعني تقدم في هذا الملف أكثر يعني أكثر من أي وقت مضى. أيوة نعم دكتور محمد، هل هناك تعثر في بقية النقاط والملفات؟ بعض الملفات لم تأخذ حظها بعد من النقاش، مسألة فك الحصار عن تعز لا تزال المشاورات جارية حول كيفية فك هذا الحصار، مسألة الحديث عن ميناء الحديدة وكيف ستستلمه الدولة وكيف ستفرض سيادتها عليه لا تزال هذه مسألة مناقشات، مسألة مطار صنعاء وكيف يمكن أن يفتح للتخفيف المعاناة عن المواطنين وفق لكن ومن يعني سيادة الدولة بحيث لا يكون مطارا تحت سلطة الميليشيات يضمن فيه الجانب الأمني يضمن فيه عدم يعني تسريب مجرمين وغير ذلك.
الدكتور محمد موسى العامري عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد ومستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا من ستوكهولم، أشكرك جزيل الشكر دكتور. وأعود إلى الصحفي في رئاسة الجمهورية والمحلل السياسي ياسر الحسني. أستاذ ياسر، استمعت إلى ما ذكره عضو الوفد الحكومي، ويتميز الوفد الحكومي بشخصيات وطنية وأيضا حريصة وذكية في التعامل مع هذه الميليشيات وخبيرة أيضا معها. ما تعليق أولا على ما ورد في حديثه؟ أولا تحية للدكتور محمد موسى العامري، وتحية للدكتور خالد اليماني والدكتور عبد الله العليمي وكل أعضاء الوفد. حقيقة يمثلون الشعب اليمني أفضل تمثيل، يدافعون عن حقوق الشعب اليمني، يكشفون للعالم يعني حقيقة الصراع في اليمن. حقيقة هناك رؤية مشوشة لدى المجتمع الدولي، لبعض الرأي العام في المجتمعات الخارجية أو الأوروبية لديهم صورة نمطية مختلفة عن الحقيقة نتيجة الضخ الإعلامي والمنظمات التي لها علاقات واسعة مع إيران. والوفد الحكومي اليوم يقوم بأداء جميل، يخاطب وسائل الإعلام الدولية، يوضح الحقيقة، يتعامل بمرونة، يكشف زيف يعني ميليشيات الحوثي بالمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني. كانت ميليشيات الحوثي عبر اللوبي المتواجد في الإعلام الدولي تقول أن الحكومة الشرعية ترفض فتح المطارات، فتح الموانئ. اليوم الحكومة الشرعية قدمت رؤية ومقترح تفصيلي لفتح جميع المطارات اليمنية، لفتح مطار صنعاء الدولي، ولكن من رفض هذه الرؤية؟ رفضتها ميليشيات الحوثي، هي تبحث عن مطار خاص بها، تريد استئناف الخط ما بينها وبين طهران لقن الأسلحة، هي لا تكترث معاناة الشعب اليمني. كنا في السابق الطائرات عندما كان مطار صنعاء مفتوح تأتي عبر مطار بيشة ثم تذهب إلى بقية الدول، وإذا عادت اليمن تنزل في مطار بيشة ثم تذهب إلى اليمن. اليوم الحكومة الشرعية أتت برؤية أن تأتي هذه الطائرات عبر مطار عدن، مطار يمني يخضع للسيادة اليمنية، وبالتالي إذا كانت ميليشيات الحوثي فعلا تريد تخفيف معاناة الشعب اليمني لقبلت بفتح المطار. اليوم من يقف عائق في إعادة فتح مطار صنعاء؟ هي ميليشيات الحوثي. وبالتالي نعتقد أن الوفد الحكومي استطاع أن يكشف زيف الادعاءات الحوثية أمام الشعب اليمني وأمام العالم، فتحية لجهودهم الرائعة في مشاورات السويد. ربما أستاذ ياسر، موضوع مطار صنعاء كأن هناك نية ومبادرة من الحكومة الشرعية لفتحه وليس هناك أي تعسف. فالمشكلة في أين ستفتش هذه الطائرات ضمن الطائرات التي تدخل إلى اليمن؟ هناك محطات للتفتيش، هناك من وفد الحكومة الشرعية ترى بأنه في عدن وأن يتحول ميناء عدن، مطار عدن إلى مطار سيادي وهو حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، وهناك وجهة نظر تتحدث عن تفتيش خارج اليمن ربما في المناطق التي أشرت إليها. تعتقد أنه ربما يتم تجاوز أو التجاوب مع إحدى النقطتين والمضي نحو فتح مطار صنعاء؟ حقيقة دعنا نؤكد على يعني موضوع هنا، يعني ميليشيات الحوثي صدعت رؤوسنا بالسيادة وموضوع السيادة. الوفد الحكومي يقدم رؤية لأن تأتي الطائرات اليمنية وتفتش الحكومة اليمنية وعلى أراضي يمنية. اليوم ميليشيات الحوثي تريد أن تعيد الطائرات إلى دول أخرى غير اليمن، وهذا أمر مرفوض. في السابق ميليشيات الحوثي رفضت أن يعني تستلم ميناء الحديدة مثلا الأمم المتحدة، وظهر عبد الملك الحوثي في خطاب شهير وتحدث عن السيادة وعن العمالة وعن وخطاباته التي بات يعرفها الجميع. يعني اليوم ميليشيات الحوثي تريد أن تلغي السيادة اليمنية وتجعل من الطائرات والركاب اليمنيين فتشهم أجانب وليس يمنيين. الحكومة الشرعية اليوم تؤكد للشعب اليمني هي من تحرص على أمن وسلامة وسيادة ووحدة اليمن، هي الحكومة الشرعية. أما ميليشيات الحوثي هي لا تكترث بالشعب اليمني ولا تكترث بسيادته ولا تكترث بصورته أمام العالم، هي فقط تريد أن تفتح مطارات خاصة بها، ولا تريد أن يعني أن يكون هناك مطارات لأبناء الشعب اليمني، للمرضى، للمعاقين، للمسافرين. هي فقط تريد أن تفتح مطار خاص بها، ويعني في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية. الحكومة الشرعية موقفها صلب، موقفها رائع. الوفد الحكومي يرفض أن تمس السيادة الوطنية، وهناك تفهم إيجابي من الأمم المتحدة، من الدول الراعية لهذه المشاورات. يعني من حق أي حكومة في العالم أن تفتش طائراتها، لماذا نذهب إلى حكومة أخرى ولدينا حكومة معترف بها دوليا ولدينا مطارات؟ فلتفتش في بلادها وليست في بلاد أخرى. يعني يعني المشكلة في التفتيش في الداخل أو في الخارج أين تكمن؟ يعني هو في الحقيقة يعني الطائرات نفسها خلال المرحلة الماضية كانت تفتش،
نعم، الآن الحكومة الشرعية بعد يعني أن سيطرت على أجزاء واسعة وأعادت ترتيب البيت الداخلي وترميم المطارات وعودة مؤسسة الدولة، أنا أعتقد أنه اليوم الحكومة الشرعية كانت تستعين في السابق بميناء يعني بمطارات الأشقاء، اليوم لدينا مطار عدن، مطار حيوي وفعال ويستطيع استقبال الرحلات، يعني فما الضير يعني بدل ما نتعب المواطن يروح ينزل في عمان ولا في القاهرة ولا في عمان للتفتيش فليفتش في بلاده، لماذا نذهب إلى دولة أخرى؟ المطارات اليمنية إلى أي مدى مؤهلة لأن تستقبل حركات الطيران الآن؟ لأن حتى الحوثيين يتحججون بأن لديكم مطارات ولا تستفيدون منها. أنا أعتقد أن يعني كان هناك في الماضي يعني بعض يعني النتوءات في عدن نتيجة ما بعد الحرب ما بعد التحرير نتيجة تدمير الأجهزة الأمنية وتدمير المؤسسات المدنية بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وحربها في عدن. اليوم الحكومة الشرعية أعادت بناء المؤسسات الأمنية المؤسسات العسكرية، اليوم الحكومة بكامل أعضائها في عدن، اليوم مطار عدن يخضع للسلطة الشرعية، والكلام الذي يكرر الحوثي يحاول أن يستعطف الآخرين وأن يعني يوجد نقطة ضعف والضغط من خلال هذا أمر غير مقبول. اليوم مطار عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية وينبغي يعني على ميليشيات الحوثي البعد عن هذه الاستغلال هذه النقاط التي بات يعرف المشاهد الكريم. اليوم محمد عبد السلام يقول أن الحكومة الشرعية تسيطر على 85%، فلماذا لا تعود إلى اليمن؟ ويعني الحكومة موجودة في اليمن، رئيس الوزراء موجود، الحكومة موجودة، رئيس الوزراء اليوم ينزل إلى شوارع عدن إلى البوفيات ويختلط بالمواطنين العاديين، هناك استقرار. يعني نحن لا نزال نواجه إرهاب حقيقة، الإرهاب لا يزال موجود في كل دول العالم، ولكن هناك تحسن أمني في حضرموت، هناك تحسن أمني في عدن، هناك استقرار كبير في مأرب. أنا أعتقد أنه ميليشيات الحوثي اليوم ليس أمامها إلا يعني إثبات حسن النوايا من خلال يعني تقديم بعض التنازلات في إجراءات بناء الثقة، القبول بالإفراج عن المعتقلين، القبول بتسليم ميناء الحديدة لكي تصل المساعدات الإنسانية بعيدا عن الصراعات السياسية بعيدا عن المناكفات، هذه مطالب إنسانية بحتة ينبغي تقديم التسهلات كما قدمت الحكومة الشرعية التنازلات والتسهيلات والمرونة في سبيل الإفراج عن المعتقلين، في سبيل إعادة فتح المطارات، في سبيل فتح الموانئ. أنا أعتقد أنه على الطرف الآخر أن يبادر إلى التنازل وتقديم المرونة التي يبديها الوفد الحكومي. طيب سيد ياسر، هناك من يرى بأن هناك تفاؤل ربما من جميع الأطراف المراقبين فيما يتعلق بملف الأسرى والمختطفين، والحقيقة أن الحوثيين يستغلون أي حرص شديد من قبل الحكومة في خصوص نقطة ما ليساوموا عليها ويرفعوا سقفهم. لأي مدى هذا التفاؤل فيما يتعلق بخصوص المختطفين والأسرى يمكن أن يجد نجاحا خلال هذه الجولة من المشاورات؟ هذه هي النقطة التي سأستكمل الحوار معك بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، من ثم نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي ياسر الحسني، صحفي في رئاسة الجمهورية. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا ونقاشنا حول تواصل محادثات السويد ومتعلقاتها الميدانية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي ياسر الحسني. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، جدد ترحيبي بك. قبل الفاصل أشرنا إلى ما يتعلق بالتفاؤل الحذر ربما نسميه من قبل الجميع فيما يتعلق بإنجاح صفقة تبادل الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مكان الكل، الكل مقابل الكل، لكن في الحقيقة الحرص الشديد من الحكومة دائما ما يقابل من ميليشيات الحوثي برفع السقف أو استغلال، ما تعليقكم؟ صحيح، كما ذكرنا سابقا الحكومة تعامل يعني بمسؤولية وبشكل جاد جدا، بينما الطرف الآخر لا يزال لم يغير من سلوكه اللامبالي ويعني نكث التعهدات والالتزامات لا يزال مستمر. لكن حقيقة هذه المرة نعتقد أنه ستحدث انفراجة حسب ما يصرح به الوفد الحكومي، ما يصرح به حتى الوفد الانقلابي، ما يصرح به المبعوث الأممي، أن هناك في هذه المشاورات سيحصل اختراق في موضوع يعني الإفراج عن السجناء. يعني حتى أعتقد لو وضعت ميليشيات الحوثي بعض العوائق، ولكن هناك ضغط من المبعوث الأممي من المجتمع الدولي على أن يحصل هناك نجاح ولو في موضوع المختطفين والسجناء، وهذا أمر إيجابي حقا. ربما في هذه النقطة كل طرف لديه ما يدفعه للموافقة عليها، سواء الأمم المتحدة تريد أن تنجح، الحوثيين يستعيدون جنود الشرعية لديها
مختطفين أيضا تريد الإفراج عنهم؟ نعم، يعني الجميع مستفيد حقيقة. وإذا ما فكرنا فيه بعيدا عن الجانب السياسي، هو ملف إنساني بحت، وأنا أعتقد أنه على ميليشيات الحوثي أن تراعي هذا الجانب. يعني حقيقة هو الجانب الإنساني عندهم شبه معدوم، ولكن نتمنى يعني لديهم أيضا معتقلين لدى الحكومة الشرعية، ويعني سيبادلهم كما قلت أنت بمقاتلين مقابل مواطنين عاديين وناشطين وأكاديميين. وبالتالي أنا أعتقد الكرة الآن في ملعب الميليشيات الحوثية في يعني كشف يعني مدى نواياهم الحقيقية تجاه هذه التسوية السياسية أو تجاه استئناف المسار السياسي من خلال الإفراج عن المختطفين في سجونها، خصوصا المشمولين في القرار الأممي 2216. يبقى ملف الحديدة، دعني أشرك معي في هذا الحوار المحلل السياسي وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي. مرحبا، نحن هنا مع الصحفي والمحلل السياسي والصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، نتحدث عن تواصل محادثات السويد ومتعلقاتها الميدانية. ودعني أخذ رأيك يعني النتائج التي توصلت إليها هذه المشاورات حتى الآن. نحن أمام 3 أيام مضت وربما 4 أيام بقيت، كيف تراقب وتقيم؟ إذا الآن أعتقد أن هناك تصلبا في الموقف الحالي، يخلق تصلبا آخر في الموقف الحكومة، وهناك نوعا من الازدواج قائما في المعايير فلا يجب الخلط بين الأسرى وما بين المختطفين والمعتقلين. هذه قضيتان مختلفتان تماما. الحوثيين لديهم مختطفين ومعتقلين في مناطق سيطرتهم، وهذه قضية فيها قرارا أممي، وأعتقد أن الأمم المتحدة تتساهل ممثلة في ممثل الأمن العام في هذا الملف بشكل كبير أولا. والجانب الآخر هو أن هذه المشاورات بهدف تقريب وجهات النظر، أي أننا لا نرفع السقف عليها كثيرا، فهي مشاورات أولية قد لا تفضي حتى إلى هدنة بسيطة من حيث ما سوف تفضي له، لكن هي بداية عودة ما يسمى المسار السياسي، وهذا ما كان يضغط عليه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. ولا أعتقد أن جماعة الحوثي سوف ترضخ طبيعة تشكيلة الوقت التي أتت من إحدى الميليشيات الإنقلابية، لا توخي بأنها جادة في مسألة السلام، هي تستثمر الوقت، هي تحاول أن تحصل على اعتراف دولي، حشدت مجموعة كبيرة معها أن المر هم في الأساس معتقلين، ولو وجدوا فرصة لغادروا الجماعة الآن ما في السويد أو في غيرها. الجماعات الميليشيوية تحاول أن تبين للعالم أنها تكتلا عليه، عملت على استنساخ الأحزاب أو تحريك الجماعات التي تنتمي إليها داخل الأحزاب، وكانت قد اخترقتها مسبقا بهذه الجماعات، واليوم تحاول أن تدور على أنها تكتل وطني عريض في حين هي جماعة مختصة لهذا البلد. أعتقد أن المرحلة القادمة سوف تعود المواجهات العسكرية إلى حل أمام الجماعة. الجماعة لم تتنازل عن ما اكتسبته بالبندقية إلا بنفس الأسلوب الذي اكتسبت به هذه المناطق، هي تعتبرها فتوحات لمجاهديها كما تسميهم ولجانها الشعبية كما تزعم، وبالتالي هذه الجماعة عسكرية من حيث المنشأ، لأن كل الأشياء القائمة في أي نسق أو في أي تكوين سياسي اجتماعي غيره محكومة بقانون النشأ. قانون النشأ لهذه الجماعة جماعة دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف، فالعنف يكون أساسي ضمن هذه الجماعة، ولا أعتقد أنها سوف تخضع. هي تحاول قدر الإمكان أن تتخلص من الضغوط الداخلية فيما يخص المرتبات والأجور، هي تحاول أن تستثمر الجماعات المختطفة لديها في مقابل أن يتم منحها عددا من الأسرى لإعادة تجويد الجماعات التي تعاني نقصا في الساق البشرية. نعم، المحلل السياسي ووكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا. وأعود إلى ضيفي هنا الأستاذ ياسر الحسني، الصحفي
والمحلل السياسي فيما يتعلق بميناء الحديدة، إلى أي مدى هذا الميناء ربما أو هذا الملف أخذ حقه أو وجد انفراجة حقيقية حتى الآن؟ حقيقة نحن سعداء وجميع أبناء الشعب اليمني سعداء، يعني بمجرد أن يتم التقاء وفد الحكومة الشرعية والانقلابيين من أجل بحث آليات لتسليم ميناء الحديدة، لتسليم مدينة الحديدة بطريقة سلمية بعيدا عن الدمار، بعيدا عن آثار الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي ومن خلال انقلابها على السلطة. نحن نتمنى أن يتم تحقيق اختراق في هذا الجانب. حقيقة الشعب اليمني وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع دفع المزيد من الفواتير. هناك فاتورة كبيرة وباهظة، يعني مدينة الحديدة اليوم تعاني من حالة إنسانية، وبالتالي نعتقد أنه ينبغي مراعاة هذه الحالة الإنسانية من خلال وقف الحرب التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، القبول بالرؤى التي تقول يعني بتسليم ميناء الحديدة ومدينة الحديدة لوزارة النقل اليمنية، وكذلك تسليم الأمن في المدينة لوزارة الداخلية اليمنية حقنا للدماء، وإثبات لحسن نوايا الميليشيا في الجانب السياسي. ما الذي يجبرها على أن تسلم؟ أنا أعتقد أنه ميليشيات الحوثي في مشاورة السويد موقفها ضعيف اليوم، غير موقفها في مشاورات الكويت أو مواقف أخرى. يعني عندما كنا في الكويت في مشاورة الكويت كانت ميليشيات الحوثي في المخا، موجودة في الخوخة، موجودة في الساحل الغربي، موجودة في باب البندب، موجودة في بيحان، موجودة في مناطق كثيرة استراتيجية. اليوم قوات الجيش الوطني استعادت هذه المناطق كاملة. اليوم قوات الجيش الوطني يعني إذا ما يعني ناقشنا خريطة الحرب اليوم، أنا أعتقد أن قوات الجيش الوطني اليوم على أبواب مران معقل ميليشيات الحوثي. الكفة العسكرية اليوم تميل لصف الشرعية. اليوم القوات المقاومة والجيش الوطني تحرز انتصارات شبه يومية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية. الوضع العسكري على الأرض يعني يشبه السيطرة أكثر من 85% تحت سيطرة الحكومة الشرعية. في الجانب السياسي موقف ميليشيات الحوثي ضعيف. في مشاورة الكويت كانت تأتينا ولديها حليف سياسي قوي وهو المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح. اليوم لم يعد هذا الوفد في أو لم يعد هذا التيار الواسع في صف ميليشيات الحوثي. اليوم هذا التيار أصبح في يعني صف الحكومة الشرعية، وبالتالي اليوم الحكومة الشرعية تمثل جميع أبناء الشعب اليمني بمناطقهم، بانتماءاتهم السياسية، بمشاريعهم، بجميع مشاربهم، بينما ميليشيات الحوثي اليوم لا تمثل إلا يعني الأسرة الحوثية. وبالتالي نعتقد أنه حتى العالم وحتى الشعب اليمني اليوم يدرك أن ميليشيات الحوثي ضعيفة سياسيا في موقفها، يعني حتى حليفها لم يسلم من غدرها، قتلته شر قتلة، مارست الإجرام بحق أبناء المؤتمر الشعبي العام. في الجانب العسكري كما ذكرت سابقا نحن نشهد انهيار واسع لميليشيات الحوثي، وبالتالي نعتقد أنه ميليشيات الحوثي ملزمة لتقديم تنازلات، لأن الواقع اليوم مختلف، يميل يعني لكف الشرعية أو لجهة الشرعية. ربما لأن البديل عن تسليمهم ميناء الحديدة بالحل السياسي هو يعني استكمال الحسم العسكري، يعني الحكومة الشرعية. الوفد الحكومي أكد على هذه النقطة بالتحديد، أنه إذا لم يعني تستجيب ميليشيات الحوثي للمبادرات الأممية التي تنادي بتسليم ميناء الحديدة سلميا للحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية لا تزال خطتها العسكرية مستمرة، ولا يزال الأبطال في مواقع الشرف البطولة انتظار التوجيهات. ولكن نحن نتمنى أن تحل موضوع الحديدة حلا سلميا. وحقيقة الشعب اليمني بات يعني يضيق ذرعا من خلال سلسلة المشاورات الطويلة، بات لا يتفائل ولا يؤمل كثيرا على هذه المشاورات. لكن نحن نتمنى هذه المرة أن ميليشيات الحوثي قد يعني واجهت الكثير من المصاعب، وليس أمامها إلا أن تقدم التنازلات، ليس أمامها إلا أن تنحني أمام التضحيات التي قدمت وأمام الكوارث التي تسببت بها بحق أبناء الشعب اليمني. ميليشيات الحوثي مستقبلها أسود مع الشعب اليمني، لديها ثأر مع كل بيت، مع كل أسرة، مع كل مدينة، مع كل قبيلة، وبالتالي عليها أن تقبل بالحل السياسي وبناء دولة مدنية حديثة تكفل يعني تحمي جميع الأفكار وجميع الجماعات وجميع الأحزاب وفق نظام ديمقراطي مدني يحمي جميع القوى والأطراف السياسية. نعم. طيب نشرك معنا في هذا الحوار أيضا الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبد مجلي. سعادة العميد أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا، مرحبا أخي العزيز. يا مرحبا. نتحدث مع الصحفي في رئاسة الجمهورية والمحلل السياسي ياسر الحسني عن تواصل محادثات السويد ومتعلقاتها الميدانية، بخصوص المستجدات الميدانية والتي تؤثر أو تتأثر
بمشاورات الكويت خصوصا ما يجري اليوم من معارك هنا وهناك؟ ضعنا في الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي الأستاذ العزيز مختار الفقيه، ونشكر أيضا ضيفك الكريم الأخ الصحفي والمحلل السياسي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، وكما نشكر ضيوفك الكرام أيضا، ونشكر السادة المشاهدين، ونشكر أيضا الطاقم الإعلامي في قناة السهيل الفضائية. أخي العزيز، الشعب اليمني كله مستبشر في المشاورات التي تجرى في العاصمة السويدية من قبل وفد الحكومة الشرعية الذي يتسم بالكفاءة العالية والذي يسير وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يحرص حرصا كاملا على تهيئة الأجواء المناسبة لإرساء السلام وإنجاح المشاورات الجارية برعاية أممية في السويد. والوفد الحكومي أخي العزيز لن يسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام، سواء القرار الدولي 2016 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أيضا أن شعبا اليمني يتطلع من خلال الوفد إلى مشاورات تنهي معاناة الشعب اليمني وتوجد السلام الدائم في اليمن الحبيب، ويسعى أيضا لإيجاد توافقات تؤسس لبناء اليمن الاتحادي الذي أجمع عليه شعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية من خلال مخرجات الحوار الوطني. وسيعمل الفريق مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات مع كافة مع تلك القوى الميليشيات الحوثية التي نتمنى أنها تعود إلى جادة الحق والصواب. نحن في الجيش الوطني أخي العزيز نلاحظ خلال هذه الأيام استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتنفيذ عمليات هجومية وإطلاق مقذوفات وصواريخ والاعتداء على المدنيين، يدل على خبث نواياهم التي يبيتونها تجاه عملية السلام والمشاورات الجارية. يقومون أيضا بإطلاق الطائرات المسيرة بين الحين والآخر، ونحن في الجيش الوطني نحرص على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق السلام العادل والمبني على المرجعيات الثلاث، وهذه المرجعيات التي أجمع عليها شعب اليمني. هناك خروقات قامت بها الميليشيات الانقلابية، وبالصح التصعيد التي قامت بها الميليشيات الانقلابية الحوثية وبالأخص في مدينة الحديدة، حيث قامت بحفر المزيد من الخنادق ووضعت المتاريس الترابية والإسمنتية، وقامت بتقطيع أوصال أحياء مدينة الحديدة، وكما قامت أيضا بحفر الأنفاق داخل العمارات والمنازل القريبة من مواقع الاشتباكات في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية. أيضا قامت أيضا بتحريك عدد من الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء والمدارس والمنشآت الحكومية. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية أيضا حولت منازل المواطنين إلى سكنات ومخازن عسكرية بعد اقتحامها وتحويلها إلى سكنات، وحفرت أيضا الأنفاق بداخلها. أيضا قامت بعدد من الهجمات بين الحين والآخر في جبهة نهم وعلى مختلف المواقع. أيضا قامت في مديرية باقم أو في مركز مديرية باقم أيضا بتنفيذ عدد من التسللات والهجمات، لكن الجيش الوطني سيكون لتلك الميليشيات الانقلابية بالمرصاد، ولن يقف الجيش الوطني أخي العزيز مكتوف الأيدي أمام تلك التصعيد التي تقوم بها تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. أخي العزيز، الجيش الوطني هو صمام أمان الوطن، وسيعمل على تحرير الوطن اليمني كاملا من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية، ونحن بانتظار تلك المشاورات التي نتمنى أن تنجح، لأن في الجيش الوطني نحن حريصين على السلام لا حريصين على الحرب، حريصين على أن تخرج تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية سواء من مدينة الحديدة أو من ميناء الاستراتيجي وكذلك من العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية. ما لم نحن في الجيش الوطني قيادة وضباطا وصف جنود جاهزون وقادرون على تحرير اليمن من دنس تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية بإذن الله تعالى. العميد الركن عبد المجلي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العميد، شكرا جزيلا. أعود إلى الصحفي والمحلل السياسي ياسر فيما يتعلق بالمواقف الدولية من هذه المشاورات. ربما كانت اليوم القمة الخليجية
وجهت رسائل حول هذا الموضوع، أيضا المبعوث الأممي لعله أيضا وجه رسائل، أيضا وزارة الخارجية الأمريكية لعلها أيضا تحدثت حول هذا الجانب. حقيقة اليوم تابعنا جميعا المبادرة أو عفوا القمة الخليجية في الرياض اليوم، حقيقة موقف قادة الدول الخليجية موقف رائع وعظيم ومساند لليمن يعني بشكل قوي. خطاب الملك سلمان أكد يعني على دعم اليمن واستمرار دعم اليمن ودعم المملكة العربية السعودية للمسار السياسي وفق المرجعيات، أيضا أمير الكويت يعني كلمات زعماء مجلس التعاون كانت رائعة من حيث التمسك بالمرجعيات ودعم الحكومة الشرعية، وهذا أمر إيجابي، وحقيقة نحن نشكر أشقانا في التحالف الذين يساندون في السلم وفي الحرب. أما بالنسبة للرأي يعني الدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية، الصراحة حقيقة يعني مواقفهم رائعة داعمة للحل السياسي وفق المرجعيات، هذا انتصار كبير أن يظل العالم متماسك خلف هذه المرجعيات التي تمثل يعني القواعد الحقيقية لبناء عملية سلام دائم وليس سلام هش. يعني إذا ما بنينا قواعد حقيقية سنبني عملية سلام قوية لن تنهار سريعا. دعني أتحدث حول نقاط معينة في الدقائق الأخيرة. أنا أعتقد أن اليوم الشعب اليمني في الداخل يحتاج إلى خطوات عملية وملموسة، تعب من المشاورات وتعب من أحاديث الساسة. يعني أنا أتكلم الآن بعيدا عن الصفة التي أمثلها، أنا أتحدث كمواطن وكإنسان يمني. المواطن يحتاج اليوم إلى خدمات على الأرض، يحتاج إلى عودة مؤسسات الدولة، يحتاج إلى إبعاد الميليشيات، يحتاج إلى راتب، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى ماء، يحتاج لكي يعيش، يحتاج إلى أن تتوقف هذه الحرب التي بدأتها والتي تستمر فيها والتي تسببت فيها ميليشيات الحوثي. أنا أعتقد على الأساس المتواجدين وعلى الفريقين في المشاورات، الفريق الحكومة وفريق الانقلاب، أن يراعوا يعني شعور هذا المواطن الذي يبحث عن السلام، يبحث عن الاستقرار، يبحث عن المدرسة، يبحث عن الكهرباء، يبحث عن الحياة الكريمة. وبالتالي أنا أعتقد على الطرف الانقلابي أن يقدم تنازلات في سبيل الإفراج عن المختطفين، في سبيل دفع رواتب جميع الموظفين، وهنا نشيد موقف الحكومة الشرعية بدفع جميع رواتب المتقاعدين في أنحاء المحافظات، ونحن نتمنى أن تصرف جميع رواتب الموظفين خصوصا الصحة والتعليم. حقيقة نحن نشد على أيديهم لتقديم يعني شيء ملموس وإنساني للمواطن. 4 سنوات من الحرب يعني كفيلة بأن تقدم هذه الميليشيات تنازلات في سبيل تخفيف معاناة شعبنا في الجوانب الخدمية والإنسانية، لكي يعني حتى نبني إجراءات بناء ثقة ونخطو خطوة ثانية للسلام. الخطوة الأولى هي الملف الإنساني، والحكومة الشرعية كانت حريصة على الضغط والتأكيد على الجانب الإنساني، إنهاء وتخفيف معاناة شعبنا، افتتاح المطارات، عودة الخدمات، عودة مؤسسات الدولة، إيصال الإغاثة إلى جميع أبناء شعبنا. أعتقد أن هذه الأمور الإنسانية والملحة هذه هي التي يبحث عنها المواطن، وينبغي على جميع الأطراف وخصوصا الطرف الانقلابي الذي لم يقدم أي تنازلات حتى اللحظة أن يقدم التنازلات من أجل المواطن البسيط بعيدا عن الصراعات السياسية. الصحفي في رئاسة الجمهورية والمحلل السياسي ياسر الحسني، سعدنا بك اليوم، شكرا جزيلا. ونحن أكثر سعادة، تحية لك وللزملاء من خلف الكواليس. شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيوف الذين شاركونا أيضا هذا الحوار، ابتداء من الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية وعضو الوفد الحكومي المشارك، والعميد الركن عبد مجلي الناطق باسم القوات المسلحة، والمحلل السياسي وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي. والشكر موصول لكم مشاهدينا أينما كنتم، هذه تحياتنا، نستودعكم الله وإلى اللقاء.